بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم في مادة العلوم الطبيعية سنة الرابعة متوسطة رايحة ندير درس الامتصاص المعوي. قبل ما ندخلوا في الدرس رايحين نديروا تمهيد أو مقدمة. في هذا التمهيد واش نقولوا؟ نقولوا بعد انتهاء عمليات الهضم على مستوى المعي الدقيقة تمتص المغذيات الناتجة وتدعى العملية بالامتصاص المعوي. احنا كما نعرفوا باللي عملية الهضم الأولى تكون على مستوى الفم، بعد عملية الهضم الثانية تكون على مستوى المعدة، وعملية الهضم الثالثة والأخيرة تكون على مستوى الأمعاء. احنا اليوم في الدرس تاعنا راحين نركزوا على الدرس أو الجزء نتاع الأمعاء وبالأخص المعي الدقيق. احنا على بالنا بلي عملية الهضم الأولى تكون على مستوى الفم، الفم رايح يفكك هذيك الأغذية ويهبطها للمعدة، المعدة رايحة تفكك هذيك الأغذية ورايحة كما نقولوا حنايا الأغذية هذيك رايحة تروح للأمعاء المعي الدقيق، المعي الدقيق رايح يمتص هذيك المغذيات الناتجة، وقلنا تدعى هذه العملية بعملية الامتصاص المعوي، وهي اللي رايحين ندرسوها اليوم بالتفصيل الدقيق. أول العنصر اللي رايحين نقراوه هو بنية المعي الدقيق. بنية المعي الدقيق يعني وشن هو المعي الدقيق، منين يتكون المعي الدقيق؟ كما نقولوا احنا رايحين نهضروا على كلش، نهضروا على أي حاجة تخص المعي الدقيق. الحاجة الأولى وشن هي؟ المعي الدقيق أطول جزء من الأنبوب الهضمي، يبلغ الطول تاعو 6.5 متر، يعني 6 مترات ونص. ويقول لك يحتل مساحة صغيرة من تجويف البطن بفعل النسيج المساريقي الذي يشده لبعضه على شكل تلافيف. هذه البنية الأولى تاع المعي الدقيق. احنا كي نقولوا الواحد باللي المعي الدقيق اللي في تجويف تاع البطن يبلغ الطول تاعو 6 مترات ونص، يقول لك باللي رواح كما نقولوا حنايا طويل بزاف، كيفاه يوجد في تجويف البطن؟ انا نقول له باللي 6 مترات ونص ماهيش جايه على استقامه واحده، وانما هذيك الامعاء راهي محتله مساحه صغيره من تجويف البطن. علاه؟ لانها جاية لازقة هكذا في بعضها بفضل النسيج المساريقي اللي راهو يشد هذه الأمعاء، يشدها لبعضها على شكل تلافيف كما هكذا. هذه البنية الأولى. البنية الثانية للمعي الدقيق، قالك يغذي المعي الدقيق، يغذى المعي الدقيق بشبكة من الأوعية الدموية تتفرع خلال النسيج المساريقي، كما تتصل به أيضا أوعية لمفاوية أي بلغمية. البنية الثالثة للمعي الدقيق، قالك يبطن جداره الداخلي صفوف من الانثناءات. يبطن يعني يحيط، احنا على بالنا باللي المعي الدقيق جاي بشكل انبوب، يبطن جداره الداخلي يعني يغطي هكذا يغلف. كلمة يبطن هي نفسها يغلف. يبطن يبطن هي نفسها يغلف. قالك يبطن جداره الداخلي
صفوف من الانثناءات، يضم كل انثناء مجموعة من الذغابات المعوية. المعي هذا هو شكل أنبوب يغطي أو يغلف الجدار تاعو الداخلي صفوف من الانثناءات، يضم كل انثناءات مجموعة من الذغابات المعوية. الذغابة يعني حاجة على شكل هكذا خارجة من الجدار، ذغابات. رايحين دوكا نشوفوا شنو هي البنية تاع الذغبة المعوية، رايحين يعني نشوفوا وحدة برك ذغبة معوية وشنو هي البنية تاعها. أولا قالك تتكون كل ذغابة من جدار من الخلايا يحيط بشبكة شعيرات دموية ووعاء لمفاوي. اثنين، تسمح هذه البنية الخاصة للذغابة المعوية بامتصاص المغذيات مثل الجلوكوز، أحماض أمينية، أحماض دسمة، جليسيرول، ماء، أملاح معدنية وفيتامينات من المعي الدقيق، بينما لا تتمكن من امتصاص الألياف والإنزيمات لأنها جزيئات ضخمة. قال لك هذاك المعي الدقيق هكذا هو جاي شكل أنبوب، الجدار تاعو من داخل قال لك مغلف بصفوف من الانثناءات، هذيك الانثناءات فيها ذغابات، كل ذغابة وش تدير؟ قال لك هذيك الذغابة المعوية تقوم ولا تسمح بامتصاص المغذيات. وشين المغذيات اللي تمتصها؟ تمتص الجلوكوز، أحماض أمينية، أحماض دسمة، جليسيرول، ماء، أملاح معدنية وفيتامينات، هذو تمتصهم. وإحنا على بالنا باللي المعي الدقيق يفرز عصارة معوية، هذيك العصارة المعوية فيها إنزيمات، قالك هذه الذغابة تمتص المغذيات بصح وشن هي؟ ما تقدرش تمتص الألياف والإنزيمات. علاه؟ قالك تمتص المغذيات لأنها الماكلة تتفكك في الفم، تزيد تهبط للمعدة، تزيد تتفكك مليح، كي تلحق للأمعاء ديجا تكون متفكة، تولي جزيئات بسيطة. يعني كيما نقولو حنايا في الحالة هذه المعي الدقيق يقدر هذيك الذغابة تاعو تقدر تمتص هذيك الجزيئات تاع الأغذية، بصح هذه الذغابات ما يقدروش يمتصوا الألياف والإنزيمات لأن الألياف والإنزيمات هي جزيئات ضخمة. آخر عنصر في الدرس هذا وشنو هو؟ يقول لك علاقة الامتصاص المعوي بسطح الامتصاص، علاقة الامتصاص المعوي بسطح الامتصاص. وش يقول لك؟ كلما زادت مساحة سطح الامتصاص زاد معها عدد الذغابات المعوية. كل ما يزيد سطح الامتصاص، يعني المساحة تاع سطح الامتصاص كل ما تزيد أكيد رايح يزيد عدد الذغابات المعوية، وبالتالي تزيد نسبة الامتصاص. كي تعود المساحة تاع سطح الامتصاص كبيرة، الذغابات العدد تاعها راح يكون بزاف، يعني نسبة الامتصاص راح تكون كبيرة. كي تكون مساحة سطح الامتصاص صغيرة معناتها الذغابات راح تكون غير شوية، معناتها نسبة امتصاص الأغذية راح تكون قليلة. يعني هذه واضحة ومفهومة. قال لك وهذا ما يلاحظ عند من تم استئصال جزء من معيهم الدقيق. خاطر كاين أشخاص اللي ينحيوا لهم جزء من المعي الدقيق. هنا رايح نمد معلومة أو ملاحظة. يقول لك قد يتم تقليص مساحة الامتصاص. كيف يتم تقليص مساحة الامتصاص؟ احنا على بالنا بلي الأمعاء هذه خلقها ربي سبحانه، يعني هذا هو المعي.
وعلى بالنا بلي المعي هذا فيه من داخل الزغابات، يعني المساحه ثابته، يعني كما نقولوا حنا الزغابات كاينه بزاف، يعني نسبه الامتصاص راح تكون بزاف كبيره. كيف هما هنا يقول لك قد يتم تقليص مساحه الامتصاص، كيف نقلصوها؟ قال لك كاينه حالات وين نقصوا من مساحه هذه تاع الامعاء، وبالتالي راح نقلصوا من مساحه سطح الامتصاص، يعني راح ننقصوا منها، بدل ما كانت قد هكذا راح تولي غير قد هكذا. وين هي الحالات اللي يتم فيها استئصال جزء من المعي الدقيق؟ قالك قد يتم تقليص مساحة الامتصاص نتيجة لحالة مرضية كالتواء جزء من المعي الدقيق. كاينين بعض الأشخاص اللي بعيد الشر الأمعاء الدقيقة تاعهم تلتف كما نقولوا تتخبل في بعضها، تلزق في بعضها، تتعقد، لازم يديروا لهم عملية باش ينحيوا هذاك الجزء اللي تعقد في بعضها اللي التف في بعضها. سبحان الله العظيم. قال لك في الحالة هذه قال لك يستأصلوا هذاك الجزء التالف، أو كاين حالة واحدة أخرى اللي يقلصوا فيها مساحة الامتصاص. قال لك وقد يتم ذلك من أجل تخفيف الوزن فيقلص حجم المعدة ويغير جزء من مسار المعي الدقيق لتقليص مساحة الامتصاص. آخر معلومة، يتواصل امتصاص الماء والأملاح المعدنية في المعي الغليظ بعد أن امتص جزءا منه في المعي الدقيق. يتواصل امتصاص الماء والأملاح المعدنية في المعي الغليظ بعد أن امتص جزء منه في المعي الدقيق. يعني كاين المعي الدقيق وكاين المعي الغليظ، يعني المعي الدقيق رايح كما قلنا احنا يمتص الماء والأملاح المعدنية. قال لكم بعد كي تلحق هذيك الماكلة للمعي الغليظ، قال لك رايح المعي الغليظ الثاني رايح يزيد يمتص نسبة من الماء ومن الأملاح المعدنية. هذا هو الدرس تاع اليوم تاع الامتصاص المعوي. نقول اللهم اشرح صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. اللي عنده اي سؤال او اي استفسار يخليه في التعليقات راح نجاوب عليه، ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله.